انك فاكر. خليني افكرك ببقيه الليسته اللي بصمنا عليها كلنا من يوم ما راكبنا ما بقت واحده وسكتنا رايح من غير جاي. انا ضاويه ابو سنه اللي شلت روحي فوق كفي لاجل الشجر ما يكبر ويضلل علينا كلنا. تيجي بنت ما تسواش 3 مليم عايزه تقلعك من جذورك وتخلي لسانك يقول كلام ما تقبلش تنطق بيه. مش كفايه انها هجه من البيت كل يوم والتاني وانت ماشي وراها؟ ايه بس اللي سمعته الكلام ده دلوقتي يا حاجه؟ وانا مخلي على جهد جهد، ما احنا كلنا في النار سوا وما حدش اشتكى. انا كان كل غرضي. غرضك ايه لو تفتكر انا قلت لك ايه؟ ان الجوازه دي يا دوبك نقضي بيها مصلحه وتروح لحالها. انت يا اخويا اللي ريقك ساحه البيت. احنا مش هنعيده تاني يا حاجة. صحيح انا اتجوزتها بامر منك، لكن طلاقها لازم يبقى بموافقتي انا، مش ده كان اتفاقنا؟ بس الاتفاق ما كانش انك تجيلي نافش ريشك وتحاسبني علشان الغندوره نزلت دمعتين. حاسبك ايه بس؟ استغفر الله العظيم، انا اقدر يا حاجة؟ حاسبك ده ايه؟ انا بس يعني بعاتبك من العشم ما تنساش ان حواء هي اللي خرجت ادم من الجنه، وإن إبليس والعياذ بالله بقى شطان من يوم ما عصى ربه. استغفر الله العظيم. هات يا جمال يا رب. خايب؟ راجل خايب وعرة الرجالة. عايزه تديك منديل علشان تمسح ريالتك فيه يا خايب. خايب ما اديها في دماغها، اديها في اسنانها اللي الموت خايف يقرب منها دي. خايب وني مش عارفه لما يجي ده انا اقول له ايه. ده اقول له ايه ده؟ وانت مال اهلك انت؟ انت مالك اتجنن ولا تهبل؟ انت مالك؟ لا يا حبيبتي انا هنا مش لوحدي، معايا شلة عفاريت. تحب اطلعهم لك واوريهم لك لما بيطلعوا بيعملوا ايه؟ خلاص يبقى ابعدي عني علشان ما اوريكيش الجيران على اصول. والله العظيم انا مجنونه مش كده؟ طب بما اني مجنونه رسمي ومعايا شهاده معامله اطفال، تعالي لي يا بتاعه الهبه هبه اما اوريكي الجنون على اصوله. تعالي لي، ده انا مش طايقاكي. تعالي لي، مش انت بتحبي كده؟ اه هو مش مالي عنك، هو مشغول شويه. مالي ولا مشغول يا عم محمد مش فارقه، في الحالتين هو مش موجود. سيبك، انا اصلا زهقت من الكلام معاه، مبقاش في كلام جديد نقوله. فاكره زمان لما كنت بتمشي ورايا وانا بسقي الزرع، وكنت انت تشد الخرطوم مني عايزه تسقي الزرع؟ فاكره كنا كل يوم انا وانت نختار الورد لماما الله يرحمها، ضحكتها وصوتها كان بيملى البيت. انت عارف يا عم محمد انا ما كنتش انام غير في حضنها، كان ايدي تبقى ماسكه في ايديها. كانت تصحى كل يوم الصبح تلاقي ايدي معلمه في ايديها، تقعد تضحك تقول لي ايه يا بنتي وانا ههرب؟ مالك ماسكة في ايدي كده ليه؟ انت كبرتي وبقيتي عروسة. البنت كل ما بتكبر كل ما بتحتاج لحضن مامتها اكتر. احنا مش هنخلص يا نوح من الليلة دي ولا ايه؟ ليلة ايه يا باشا؟ ما احنا جاهزين اهو، الدنيا تمام. انا مش بتكلم على الشغل. امال بتتكلم عن ايه سعادتك؟ نورني معاليك. عن لعب العيال اللي مع خميس اللي ملوش اخر. انا استحملت قلة ادبه على الاخر، وكل ده عشان العهد اللي خدته علينا، ومن يوميها وانا سكت لك على لعبه الصعيد يا نوح وعلى الغشم اللي عملته فيها، وده كان هيبقى سبب كبير قوي ان امحيك من السوق، لانها حركه ما تطلعش من ابن بلد زيك. عشت يا باشا. ده مش عشان خاطر سواد عينيك، ده عشان خاطر خميس طلع واد عرف يزنقك في خامه اليك وجاب الواد لغايه عندك في البيت وعلم عليك زي ما علم على ابنك في الكباريه. صدقني يا باشا انا لحد السعاري ما اعرفش ايه اللي حصل. ما هو لو ما تعرفش يا نوح تبقى مصيبة، ولو عارف وبتستعبط عليا يبقى مش حلو، هتزعلني.
معاش اللي زعلك يا باشا، ده احنا كلنا رجالتك. ما عشان انت من رجالتي انا جبتك هنا وبتكلم معاك. واحد غيرك كان زمانك بتترحم عليه. لم ابنك يا نوح وقول له ابعد عن حريم خميس. بس افهم الاول هو عمل ايه وانا اقطم لك رقبته. التفاصيل دي عنده هو. انا قلت كل اللي عندي وخلص الكلام. امرك يا باشا. اعمل حسابك ان العمليه الجايه حصتك كلها رايحه الخميس. يا باشا بس كده ده اقل عربون تدفعه على الوساخه اللي بيعملها ابنك. اللي تؤمر بيه يا باشا. تروح لهم وتتفق معاهم وتشوفهم عايزين ايه. هم مين دول يا باشا؟ عيلة افندينا. مين؟ قابلتك داوية. النوح ممكن يبيع نفسه علشان ما ترجعش السوق تاني، فبلاش لعب العيال علشان ما ينولش مراده. عيال ايه يا حاج؟ مش فاهم تقصد ايه. اللعبه اللي بتلعبها انت وابنه مش هتجيب فايده. براء النوح عايز يرد لي القلم. هما بيشغلوك عن السوق بكلام فارغ. خميس احنا في عرض رجعتك في السوق. ما تتكلم يا ابو سيدنا. ساكت ليه؟ معاه حق ابو جمعه. النوح رميلك ابنه في سكتك علشان يكعبلك فيه لحد ما يلاقي لك خور يدخل لك منه. صبح. ما انا فاهم كل ده، وعلشان كده انا رحت قدام العمروتي وحطيت النوح وابنه عشان ابقى نفضت ايدي من العهد. وبكده انا بحكيت له كل وسخاتهم معايا من ساعه ما خرجت من السجن وزنقتهم معايا. ده عين العقل يا ابن بطني. وبكده تبقى شديت عودك وصلبت طولك ورميت عظمك. واذا حب النوح ياكلك في السوق اتحشر له في الزور والعمروتي هيخلصك منه. هو العمروتي قال لك ايه بالظبط؟ يتوب علينا ربنا. يا مساء المزاج العالي يا معلم. خير يا حاج؟ جايبني على ملا وشي ليه؟ مصايبك اللي ما بتخلصش وملحقاني في كل حته ومخلياني اطاطل ده واسمع من ده. وكل ده ليه؟ عشان عقل سعادتك في رجليك. في كل سكه مصيبه وفي كل حته كارثه وفي كل طلعة بلوى بتيجي على دماغ أهلي أنا. جرالك يا حاج فيه إيه؟ إيه لازمته الموشح ده كله؟ مصلحة الطياري، مصلحة اللي عداية اللي اشتغلتني بيها. مصلحة إيه دي؟ أنا مش فاهم حاجة. تواد زبالة، واد غبي وأهطل، ما انتش فاهم حاجة في دنيتك. وبسبب عمليتك السودة دي هتجبرني اروح لحد افندينا في بيته واطلب منه السماح. اوعى تعمل كده يا حاج، اوعى تعمل كده. وانت خليت لي حل تاني. انت لو عملت كده يا حاج انا هقتله وهقتلك وهقتل نفسي معاكم. اللي حصلت يا كلب. هو انا يا جزمه يا بنت الجزمه؟ مش منبهه عليكي قبل كده؟ ما تخرجيش من البيت الا باذني. هعمل ايه بس والنبي يا ست مطر؟ ما انا واخده الاذن من المعلم قبل ما اخرج. كنت فين يا بنت؟ كنت بشتري شويه طلبات كده لازماني. حاجات ايه دي يا اختي اللي لازماكي؟ تقوليش يا بنت مصاحبه لك عيل من صبيان المعلم وبتصرفي عليه عرقك. انا برضو بتاعت الكلام ده يا ست مطر؟ ما انا قاعده في وشك 24 ساعه زي قرد قطع. امال كنت فين يا بنت انطقي؟ كنت بجيب الحاجات دي والله اللي وريتها لي. وهي الحاجات يا بنت تقعدي فيها 5 ساعات؟ طب اعمل ايه يعني؟ الناس امم في الشارع وسواق التاكسي الله يخرب بيته قاعد يتخانق في الشارع قعدني جنبه ساعه. اما كنت ورد. صوتكوا جايب اخر الدنيا في ايه؟ الحقني يا النبي يا معلم انا في عرضك. البنت بقى لها 5 ساعات
سايبه البيت وسايبه البيت يضرب يقلب. يا نهار ابوك اسود، 5 ساعات سبت، مش قلتي هم ساعتين؟ السماح والنبي يا معلم. ها؟ اصلا اتاخرت يعني عشان الطريق كان زحمه وكنت بجيب شويه طلبات. لا 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 ما فيش حاجه اسمها سماح. اسمعيني يا بنت على السرير، قصدي على الاستراحه. يلا يا بنت. والشغل؟ ما هو ده برضه شغل يا مطره. شغل ايه؟ الاستراحه دي مش تبع البيت. يلا يا بنت غوري غوري يا امك، لا ارى في اليوم كله يطلع على دماغي. خلاص يا مطره اكتبي لي، اتاخرت ساعه زياده مفيهاش حاجه يعني، عن اذنك. اذنك معايا. الحفله دي كلها علشاني؟ طبعا يا حبيبتي، لازم كل الناس يعرفوا انك رجعتي. ان شاء الله تعزمي مصر كلها ونشرب ونسهر وما تعكننش عليا. انا عمري عكننت عليكي؟ انا بموت فيك يا عمروتي. موتي فيا ولا ايه؟ ولا بلاش، احسن تقولي بتدخل في خصوصياتك. انت بتلف وتدور حوالين ايه بالظبط؟ مفيش حد شاغل بال العمروته الصغيره يعني. ويعني دي تبقى ازاي؟ انت شكلك كده عايز تخلي الحفله حفلتين. لو على مزاجي اخلي الحفله حفلتين هخليها حفلتين. وانا ماليش مزاج اعمل دلوقتي كده خالص. كفايه عليك الجوازتين اللي فاتوا كانوا على مزاجك برضو مش كده؟ بنت لسه ما اتعمرتتش، مش فاهمه ان مفيش حاجه مش على مزاجي. حبيبه بابا. الله، اهو كده حلو قوي الكلام ده. قوي شكلك متضايق، متفتفت شويه كده لخد دمك. كان يوم وحش يا بت، كله مشاكل وخناقات، مبقاش فيه مزاج. مبقاش فيه مزاج. اي اي اي، لا لا، ما كنت ماشيه حلو، خليك حلوه بالراحه. ايوه ايوه. قولي يا سوريا، انت كنت فين يا بت؟ ما انا قلت لك يا معلم نزلت اشتري لنفسي شويه حاجات كده لازمين. حاجات زي ايه؟ ما تكسفنيش بقى يا معلم، شويه حاجات كده ستاتي يعني. مدام ستاتي انا بقى بجح وعاوز اعرف ايه اللوازم دي. يعني شويه قمصان نوم وحاجات كده يعني. هدوم داخليه يعني. حاجة كده يعني. ايوه ايوه فهمت فهمت. وقولي لي الفلوس اللي معاكي كفت الحاجات دي؟ وفات كمان. غريبة، مع انك لسه ما قبضتيش ماهية الشهر. جرى ايه بقى يا معلم؟ الله، انت عمالك تسأل اسئلة غريبة كده وانا مش عارفة. طب رايحة فين؟ يا بنت يا سوريا. والله زعلانة منك يا معلم، نص عليك بقى. الله، ايه ده؟ ايه؟ الله 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 الله، ما كملتيش يعني، احكي بقى. ما انا قلت لك يا معلم قبل كده إيه؟ انا ببقى شايله فلوس عشان لو كنت عايز اشتري حاجه كده ولا كده. ايوه الله الله، بلا حلوه قوي. ايوه يا طيب، الحته دي بتوجعني قوي. بصي خش على الرقبه بقى واستمري. ايوه استنى بس، اوعي تكسر رقبتك. لا ده مش شرط عليك يا حبيبي. بالراحه. قولي لي بعد ما اشتريتي اللوازم ما قلتليش رحتي فين؟